السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، معكم أمين صلاح في حلقة جديدة، في صيغة جديدة اللي غادي نتكلموا فيها العلاقة اللي كتربط الشركة مع الزملاء ديولها، مع الشركات اللي كيمكن لها يبيعوا لها المواد الأولية اللي كيبيعوا لها الخدمات اللي كتقدر تشدهم وتعاود فيهم حتى هي البيع. وهاد الحلقات هادو غادي يكونوا بالدارجة باش كلشي يقدر يستافد، وأي واحد ناوي إن شاء الله يبدأ مشروع جديد يكون عارف هاد الأمور اللي هي كتعتبر أمور جد مهمة وأساسية وضرورية باش يمكن لنا نقوموا بعملية تجارية وتكون عندنا واحد الحياة وواحد الاستمرارية داخل المقاولة ديالنا. خصنا نعرفوا بأن النظام اللي تنسير به الشركة هو واحد النظام اللي هو مهيكل، وخصو من الناحية القانونية يعتمد على واحد لي دوكيومون اللي كتعتبروا أساسيين في كل علاقة تجارية اللي كديرها الشركة مع الزبناء ديولها ولا مع لي فورنيسور ديولها. كنذكر بان الفورنيسور هو هذيك الشركه اللي تتبع لنا المواد الاوليه ولا كتبع لنا واحد الخدمه وكنعاودو حنا فيها البيع وكنزيدو القيمه المضافه ديالنا. والزبون هو اول شخص، يعني شخص فردي استاجير بيرسون انديفيديوال ولا شركه معينه اللي كتشري المنتوجات ديالنا. الوغ فهاد الحلقه غادي نخصصها شنو لي دوكيومون نيسيسير باش يمكن لنا نديرو علاقه تجاريه مع زبون ديالنا. خصنا نعرفو بان هاد العمليه كتتم عبر مراحل، وهاد المراحل اللي هي مراحل مهيكله وخصنا نحترموها وحده بوحده باش نخليو الرمز ديالنا التجاري يكون طالع وتكون عندنا اون تري بون ايماج دو مارك. والحاجه اللي هي مهمه تكون عندنا واحد البروفيسيوناليزم، يعني بالعربيه تكون واحد الحرفيه في الخدمه ديالنا والعلاقه ديالنا مع الزبون ديالنا. الوغ اول حاجه فاش كيراسلنا الزبون ديالنا هو واحد الشخص اللي كيكون عنده واحد لو بيزوان معين، عنده واحد الخصائص وكيحاول يجي عندنا حنا للشركه ولا كيحاول يصيفط لنا واحد الايميل باش يعبر لنا على لو بيزوان ديالو. روحنا ملي كوصلنا هذاك الايميل ديالو للمكالمه الهاتفيه ولا هذاك اللقاء اللي كنديروه مباشره معاه داخل الشركه ولا في واحد البلاصه معينه، كيبدا يطرح لنا شنو هما المزائل اللي هو تيقلب عليهم باش يمكن حنا نلبيو الرغبه ديالو. الوغ ملي كنشوفوا شنو هو لو بيزوان اللي كاين عند الشخص هذا، اول حاجه ما تنديروا ملي تنبركوه وتنوريوه العرض ديالنا تيقول لك صايب ليا ان دوفي. وهنا اول دوكيومون اللي نقدروا نصايبوه لو دوفي هو واحد الاقتراح اللي تديروا الشركه ديالنا باش يمكن نقترحوا عليه الثمن والكميه والجوده ديال المنتوج اللي يمكن لينا حنايا نقدموها ليه كتلبيه للرغبه ديالو. وهذا لو دوفي هذا اللي هو كتعتبر واحد لو دوكيومون اللي هو اوفيسيال وعليه خاتم ديال الشركه وعليه جميع المواصفات ديال المنتوجات اللي حنا ناويين نقدموها لهذاك الزبون ديالنا والثمن اللي يمكن ليه نعرضوا به المنتوجات ديالنا. وهذا لو دوفي هذا كيكون اول دوكيومون اللي كنحطوا فيه جميع المعلومات اللي كتخص المنتوج اللي غنقدروا نبيعوا لهذاك السيد. وهذاك الدوفي ما كتعتبرش كمرحله اللي هي غادي تخليك دير لا كونكلوزيون ديال لا فونت، يعني كتخليك تختم العلاقه التجاريه ديالك ولا البيعه اللي غادي دير مع هذاك السيد. الوغ اول دوكيومون كنصيفطوه ما كنقولوش ليه ثمن المنتوج اللي بغيتي راه داير 10 دراهم ولا داير 50 درهم، لا سي با كوم سا. علاش؟ لان هذاك الشخص ولا هذيك الشركه معينه اللي كتطلب منك هذاك الدوفي كتخليها واحد لاطراس باش يمكن لها حتى هي تاخذ القرار بناء على بزاف ديال لي دوفي اللي كيجمعوا عند بزاف ديال لي فورنيسور. لان خصك تعرف ماشي انت هو الوحيد اللي غيقدروا يطلبوا منك الاقتراح ديالك عن طريق هذاك الدوفي اللي فيه جميع المواصفات المنتوج، لان الشركه اللي كتشتري المنتوج كتهي كتعبر كتمر عبر بزاف المراحل اللي كدير بها لا سيليكسيون ديال لي فورنيسور، كتشوف جميع الاقتراحات اللي عندها باش يمكن لها تختار الاقتراح المناسب بالنسبه لها. دونك هذاك الدوفي كتعتبر اول خطوه اللي كتقدر دير في العلاقه التجاريه مع الزبون ديالك اللي كتقترح عليه تأتمينه المنتوجات ديالك والمواصفات زائد شروط البيع، لان شروط البيع كتعتبر ما بين الاساسيات اللي يمكن لها تقدمها الشركه ديالك وممكن لها تختلف على الشركات الاخرين. لان هذيك لو دوفي اللي غادي نعطيكم صوره موضحه ديالو بالاخص، ومن بعد ان شاء الله غتكون اون اوتر سيري باش نعلمكم كيفاش تصايبوا هاد الدوفي، يكون هذاك الدوفي واحد لو دوكيومون اللي هو اسونسييل. الوغ خاصو يكون فيه اللوغو ديال الشركه ديالك، فيه لادريس ديال الشركه ديالك، فيه المعلومات الرقميه ديالك، واش عندك ايميل، عندك الانسيت انترنيت، فيه الهواتف اللي كتكون هي خدامه وشغاله 24 ساعه على 24 ساعه على حسب انت الثقافه ديالك مع الزبون، فيه المعلومات اللي كتخص المنتوج، فيه المعلومات اللي كتخص بلا ليفريزون واش غادي تديو لي السلعه ولا غيجي ياخذها، فيه شروط البيع يعني واش غادي تقبل منه انك تخلص فيهم سوغ بلاس ولا 50% ديال لاكونت، ولا يمكن لك تعطيه واحد 3 موا ديال لو ديلي باش يقدر يخلصك، يعني جميع الشروط اللي كتخص الصفقه التجاريه اللي غادي دير. دونك وهاد الدوفي هذا ملي تيشدو
كيحاول حتى هو يعتمد عليه هذاك الزبون ديالك، ويمكن ليه حتى هو ملي يدير واحد لا سيليكسيون ياخذ القرار باش يعرف واش غادي واش غيقوم معك بهذه الصفقه ولا ما غيقومش معك بهذه الصفقه. دونك الدوفي كتعتبر هو الخطوه الاولى اللي يمكن لي نصيفط بها المعلومات اللي كتحاول تبين ليا نوع العمليه التجاريه، المعلومات اللي كتخص المنتوج، المعلومات اللي كتخص المرحله ديال البيع، والشروط اللي كتشتا كتطلبها باش يمكن لك دير هذه الصفقه التجاريه. دونك كنتمنى انني نكون دويت لكم على الدوفي، ومره الجايه غادي ندوي لكم على لو بون دو كوموند. الوغ لان لو بون دو كوموند والمرحله الثانيه كتجي من ورا لاكسبتاسيون ديال الدوفي. المهم كان معكم امين نصر الله في هذه لا سيري جديده اللي كتخص المقاولين، وخاصه منهم الشباب اللي ناوي ان شاء الله يديروا البروجي ديالهم. وما تخافوش باسكو كاين دي سوربريز اللي غادي يجيو مع الوقت ان شاء الله، غادي نعلمكم كيفاش تصايبوا هذا الشيء كامل من خلال التطبيقات اللي هي موجوده حاليا ومجانا عبر الانترنت، باش تحافظ على واحد الحرفيه ديالك وتكون ان شاء الله المشروع ديالك هو مشروع اللي هو ناجح 100% على المستوى الحرفي. شكرا لكم.